أحياناً تكمن القوى العظيمة في أجساد صغيرة. أجدادنا المصريين القدماء ابتكروا لغة الرمز، جسدوا أفكارهم في رسومات ولوحات وجداريات. لكن لو عاوزين نوصل لأسرار الحضارة المصرية القديمة يبقى لازم نتخطى الصور ونحاول نفهم المعنى اللي مقصود من وراها، يعني نلمس الجوهر اللي بيشرح فلسفتهم العميقة. صباح الخير. صباح النور. ثانية واحدة أكرم. I'll take this. That will bring you good luck. Thank you very much. It looks so nice. فك العقدة تقوم من الرقدة بحق استرت، 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 تقوم من الرقدة بحق استرت، تقوم من الرقدة بحق استرت، العقدة تقوم من الرقدة. انت يا بنت بنتي، فوق يا بنت، فوق يا بنتي بنتي. في معتقد شعبي ان البنت اللي اهلها عاوزين يجوزوها او اللي بتدور على خلفه تلف حوالين الجعران 7 مرات وكمان يخضوها وحاجات شبه كده. بس هل هو ده معنى الجعران في مصر القديمه ولا في معاني تانية؟ فوق يا بنت، انت يا بنت، اصحى بنت. في العالم حوالي 7000 نوع من الجعارين، وبيعتبر الجعران أقوى كائن على وجه الأرض، ده لأنه بيقدر يرفع أوزان بتوصل 1100 مرة ضعف وزنه. وبالرغم من صغر حجم الجعران إلا إنه بيعتبر كائن مهم جدا، لأنه بيساعد في التوازن البيئي لكوكب الأرض، وده بيحصل من خلال الأنفاق اللي بحفرها اللي بتساعد على تهوية التربة، وكمان من خلال نقل البذور من مكان للتاني اللي بتساعد على خضار الأرض. أجدادنا المصريين القدماء عرفوا من مراقبة سلوك الجعران في الطبيعة دوره المهم والفعال في المنظومة الكونية، فمنحوا المكانة اللي يستحقها، اعتبروه شكل من أشكال رع. عارفين إيه معنى رع في الفكر المصري القديم؟ رع هو مش مجرد قرص شمس، رع هو التجلي الظاهر للإله، القدرة الإلهية اللي خلقت الشمس واللي بتستمد منها الشمس نورها. في فلسفة أجدادنا القدماء بيحمل رع 14 كا أو قدرة إلهية، والكل كا اسم محدد بيعبر عن صفة، فكوات رع الـ14 هم صفاته وقدراته وعطاياه اللي بيعيبها للبشر على الأرض، زي الحيوية، الخضار، السطوع. Thank you.
تعمل المصري القديم في مراحل حياة الإنسان، فلأنها بتشبه لحركة الشمس في السماء. الشمس تشرق الفجر، ضوءها بيتوهج في عز الظهر وبعدين يخفض ويتلاشى وقت الغروب، وتستنى يوم جديد عشان تشرق من تاني. كمان الإنسان بيتولد ويكبر وينضج ويعجز ويموت وبعدين يبعث. قسم قدماء المصريين دورة الشمس اليومية لعدة مراحل، وكل مرحلة كان لها عندهم اسم محدد. لما الشمس بتشرق بيكون اسمها خبري، يعني المولود الجديد اللي بيمثل الإشراق. وقت الظهر لما الشمس بتتوسط السماء بيكون اسمها رع، المتوهج بالحياة اللي بيمثل السطوع. في نهاية اليوم قبل الغروب بتتسمى الشمس أتم، العجوز المسن اللي بيمثل القدم. والتلات مراحل جواهم قوة الحرارة واللهيب والسخونة اللي موجودة جوا قرص الشمس في النهار اللي بنسميها أتون. أتون بيمثل الضياء. في مرحلتين بالليل بعد الغروب اسمهم إيوف ونونو. إيوف معناه الجسم العجوز اللي مخلوق من لحم ودم واللي بيحتضر، كرمز للشمس اللي بتموت عشان ترجع تتولد قوية وشابة من جديد في هيئة نونو. كلمة نونو معناها اللي بيستعد للميلاد الجديد في عالم الأحياء وقت الشروق. رع هو النور الإله المقدس اللي بيتسيد الكون ويهزم الظلمة، والشمس بتتحول خلال اليوم لهيئات كتير جدا: خبري، رع، أتوم، إيوف، نونو. صور قدماء المصريين مفهوم خبري على هيئة جعران، وأحيانا كانوا بيرسموه على شكل جسم جعران له رأس أدمي. مفهوم خبري في الفكر المصري القديم كان بيرمز لثلاث معاني: التحولات، الميلاد الجديد والبعث، الوجود والصيرورة. جارانا دي هتعجبك قوي، وريني. عليها لقب الملك سنوسرت الأول، خبر كرع. واو. وعندي دي كمان عليها لقب الملك تحتمس الثاني، إر خبر إن إر. حتى الملوك اتلقبوا بلقب خبري؟ اه طبعا. انا احترت، مش عارفه اخد مين واسيب مين. خدي الاثنين. تبين عليك بياع شاطر. ده شغل ايدي. تسلم ايديك. وعندي دي كمان ختم ملكي على شكل فهران برضه. واو، حلو قوي. ان الملك يحط الختم الملكي اللي عليه خبري فوق مرسوم ده معناه انه مهم جدا وبيحمل قداسه. الجعران في الحقيقة بيتحول من بيضة ليرقة لعذرة، وبيطلع له أجنحة بمجرد ما بيكتمل نموه، وده بيأكد إن حياة الجعران كلها تحولات. أول معنى للجعران في الفكر المصري القديم هو التحولات. الأمور في الكون دايماً في حالة تحول، من حال لحال، مفيش حاجة ثابتة، كل حاجة بتتغير بتتبدل، ودي سنة الله عز وجل في الكون. زي الشمس اللي بتتحول خلال رحلتها اليومية من هيئة للتانية، وبتدخل في نهاية المطاف لعالم الدوات، العالم الآخر. الدوات هو العالم الآخر،
هو في الفكر المصري القديم بيمثل مكان التحولات اللي الشمس بتجدد طاقتها فيه كل يوم بالليل علشان تتولد من جديد في هيئة خبر الكعران وقت الشروق. دي الحقيقة، خبري كان بيمثل نقطة التحول في دورة الوجود، وهو كان النقطة الفاصلة بين مرحلة والتانية، بين البداية والنهاية، بين الضلمة والنور، بين الوجود واللا وجود. لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟ اتفضلي. انت ليه لابسه جعران؟ جالي هديه. مبروك عليكي. طب تعرفي ايه معنى جعران عند قدماء المصريين؟ لا اكيد ما اعرفش. اوكي. الميلاد الجديد والبعث، وده المعنى التاني للجعران في مصر القديمة. شاف قدماء المصريين في الجعران تجسيد لشروق الشمس، الشمس بتشرق الفجر، وكمان الجعران بيخرج من جحر وقت الفجر وبيدفع قدامه كرة من الروث مدورة بتشبه لقرص الشمس، بيحتفظ جواها ببويضاته فبتخرج منها حياة جديدة جديدة. وقت الغروب بيدخل الجعران جوا جحر الظلمة وما يطلعش منه إلا تاني يوم على الشروق. لمس المصري القديم في المشهد ده معنى الميلاد الجديد والبعث، زي الشمس اللي بتشرق كل يوم بعد ما بتجدد طاقتها في رحلتها الليلية في العالم الآخر. الناس مش فاهمة، خبري ده رمز مهم جداً جداً في الحضارة المصرية القديمة، لأنه شكل من أشكال آتوم رع الخالق اللي أوجد نفسه بنفسه. خبر إيه؟ خبر خبره، معناها عندما أتيت للوجود أتى الوجود للوجود. الفعل خبر بيعتبر فعل مهم جداً، لأنه هو الفعل المستخدم في عملية الخلق، معناه يكون. المعنى الثالث لخبري في الفكر المصري القديم هو الوجود، الكينونة الأولى، تجسيد قوة الخلق غير المرئية. اتأمل المصري القديم في حركة الشمس في السماء فلقى فيها مثل حي لقصة خلق الكون. قصة الخلق بدأت بخروج النور الإلهي للوجود من جوه مياه الأزل، نون يعني أول مراحل تجلي الألوهية. واعتبر قدماء المصريين أن كل شروق جديد هو تكرار للحظة الخلق الأولى، اللحظة الأزلية اللي خرج فيها النور من الظلمة، ورمزوا لده بخبر الجعران اللي من معنيه عند المصري القديم الوجود. صورة أتوم وخبري جوه قرص الشمس رع هي رمز بتمثل إيقاع الكون المنتظم، التكرار الاستمرار. مبدأ التكرار هو اللي بيضمن للكون الاستمرار. فلسفة عظيمة آمن بيها أجدادنا.
القدماء المصريين. تعرفي ايه اللي مكتوب على الجعرانة دي؟ وريني كده. مكتوب عليه زي ما بنقول بالبلدي كده يا قلب امك. يا قلب امك ازاي يعني؟ كلامنا العامي له اصل، وعلى الاصل ده جعران القلب الاخضر كان بيتحط على قلب المتوفي بعد ما يتم التحنيط علشان يطمنه، وده في نفس الوقت اللي كان بيتنقل فيه من حياته على الارض للحياه الابديه، وده بالظبط عكس نقطه بدايته لما كان مطمن بقلب امه قبل ما ينزل للدنيا. انا حفيد قدماء المصريين. مش انت بس، كلنا. القلب هو مركز الحياه. الوعي بيتبدل لما الانسان بيتنقل من الحياه على الارض للحياة في العالم الآخر. جعران القلب ده كان له فلسفة كبيرة عند قدماء المصريين، إن هو اللي بيخلي الوعي ما يتشتتش بين العوالم المختلفة، عالم الأحياء وعالم الأموات. وكمان كان له دور تاني، إن هو اللي بيحمي صاحبه يوم الحساب من المخاطر اللي هيقابلها. علشان كده كان دايما بيتناقش عليه الفقرة 30 من كتاب الخروج للنهار، ودي فقرة مهمة جدا لأنها بتتقال على لسان المتوفي وهو بينادي على قلبه وبيطلب منه إنه يساعده يوم الحساب ويشهد معاه مش ضده إنه كان إنسان صالح. يا قلبي يا قلب أمي يا قلب أمي يا قلب أمي لا تشهد ضدي، لا تعارضني في يوم الحق، لا تعاديني أمام حراس قاعة العدالة، فأنت قائي، أنت كنت كائن بداخل جسدي، أنت كنت الحامي والمعافي لأعضاء جسدي، دعنا نصل معا لمكان السعادة الأبدي، لا تجعل اسمي يتلوث أمام العالمين، لا تتلو أكاذيب عني أمام الإله. اسمعني جيداً.